هذه الآية القرآنية الكريمة تحتوي أو يمكن أن نتوقف فيها عند عدة محطات المحطة الأولى في هذه الآية القرآنية أنها هي تعتبر سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. ومعنى حينما أقول سنة يعني أنها لا تتخلف، والسنن في القرآن كثيرة، عندنا سنن علمية، عندنا سنن تاريخية، عندنا سنن جغرافية، عندنا سنن مختلفة اجتماعية، في القرآن الكريم كثير من هذه السنن. مثلا من السنن الجغرافية قوله تعالى وجعلنا الرياح لواقح، هذه سنة، وهذه السنة حقا إذا أنها لو تتخلف تتصور يعني من فوائد هذه الرياح أنها تلقح تأخذ الحبوب اللقاح وتضعها على مياسم الأنثى من الأشجار وتكون هذه النتائج من الثمرات المختلفة. لو أن هذه العملية ما تحصل يعني لحصل شيء قحط في الأرض، ولذلك هذه لا تتخلف، بالإضافة إلى أن هذه الرياح ليست فقط هذه مهمتها، لها مهمات كثيرة، أنها تحمل السحاب، الرياح لها كثير من القضايا الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذه حينما تكون سنة أي قانون إلهي لا يتخلف، هذا المعنى يؤدي إلى أنه نفهم أن هذه السنن مهمة جدا، والله سبحانه وتعالى جعلها بركة لأهل الأرض. عندنا سنن أخرى مثلا السنن التاريخية، وهو يتحدث عن القرآن، القرآن يتحدث عن الأمم السابقة، جعلنا عاليها سافلها، حينما تنحط الأمة والعياذ بالله وتهبط المستويات العلمية وتتخلف ويصيبها الجهل وتكفر، فإن الله سبحانه يرى أن هذه بعد الأمة لا تستحق الحياة، لا تستحق البقاء، لأنها أمة لا تفهم قيمة الحياة ولا تفهم الارتباط بهذا الوجود، ولذلك يصبح وجودها عالة. فالله سبحانه في قوم مثلا فرعون، الله سبحانه حينما يأتي هذا العذاب وحينما ينزل عليهم هذا السخط الإلهي أحيانا ما يلتفتون، فأصبحوا في ديارهم جاثمين، ناموا كل شيء ماكو، قعدوا الصبح ماكو حركة، ماكو كلها منتهي، الله سبحانه لأنه ما يستحقون ذولا حتى أن يعطيهم وقت للتفكير. بعد هاي الفترة من البركات والعظمة الإلهية والعدل والخيرات شاف ما يستهلون دول، فأصبحوا في ديارهم جاثمين انتهى. وهذه النقطة ترى في اليوم احنا راح نصاب بها، مولانا انت قاعد تشوف الأشياء التي ما كنا نسمع بها، الطفل يجوك للمدارس عمره 8 سنين 9 سنين يخيروه يا بنت تريدين تصيرين ولد يا ولد تريد تصير بنت، عجيب، يضعون وسائل القضايا الجنسية بباب الصف، يقول له إذا تريد أن تمارس مارس، ولكن بشرط أن تستعمل هذه القضايا. يعني الله سبحانه وتعالى غافل عما يعملون؟ وامس قلنا نقول الله خبير بما تعملون، يعني الله خبير بما تعملون كما قلنا مو معناته أنه إلا تذنب فلان يوم القيامة يعني يعرف أنك أنت مذنب ويعاقبك، لا، هنا في الدنيا يتابعك، خبير بما قال في يوم القيامة، في كل وقت أنت متابع، أنت يجب أن تفهم أن هنالك قوة إلهية تنظر إليك، تستاهل البقاء؟ لا، أو لا تستاهل البقاء. مولانا تدخل إلى عواصم دول أوروبية صار فالتباني على نشر العلم مال المثليين بشكل فظيع في هذه الدول الأوروبية، شنو هاي القضية؟ أنا أقول للإخوان ملعب استاديوم هذا مالت ومبلي أكبر ملعب في لندن للعب كرة القدم، يشيلون الأعلام مال الدول المشتركة وإذا بالأعلام مال المثليين تنتشر في داخل هذا المكان، شنو هذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى صحيح يمهل ولكن لا يهمل، الله سبحانه شوف ايش يصير في هذه عركة بين دولتين الآن، أي أوكرانيا، شوف الآن العالم الاقتصاد تغير، الوضع الإعلامي، الدنيا حائرين، شلون تصير مصالحة، شلون ينهونها، شلون إذا الآن كل واحد حاط إيده على الزناد، إذا باكر شو يصير العالم
احنا حينما كنا نقرأ الروايات سينتهي ثلثي العالم، بعض الناس كان يقول يعني كيف هذا استهزاء. الله سبحانه وتعالى شوف شو يسحل بهذه الأمم، هي بناها تتجاوز على الإله وعلى القدرة الإلهية. الله يترك لا لا لا، وحقك سوف هؤلاء يدمرون بعضهم بعضا فيصبحوا في ديارهم جاثمين. الله سبحانه جعلنا عاليها سافلها، خلص قانون، هذا دستور، هذه سنة، هاي قضية إلهية، يجب أن نحافظ على أولادنا. يا جماعة شنو طفل، أنت مو طفل بعد بالعربانة عمره 8 أشهر يصرخ، قلت الأمة شبيه، تقول يريد هذا التليفون حتى يشوف يعني هذا شال غريب يعني 8 أشهر 7 أشهر كم عارف هذا وش يشوف؟ شايف حتى أفلام الكارتون، أنت مو تتصور يا با أفلام كارتون، لكن أفلام كارتون مستهدفة بها قضايا لو أنت تطلع عاين عليها وحقك يعني مما يند له الجبين. يا با أفلام كارتون، يا أفلام كارتون، أفلام فساد، فحش، انحراف، وإحنا نترك أولادنا هالوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الانحراف الاجتماعي، وسائل القتل الاجتماعي، وسائل الهدم الاجتماعي. يا اجتماع شنو وسائل التواصل؟ اي تواصل هذا؟ الان الطفل يقعد بالباب ساده البنية قاعده بالباب، واذا بعد تشوف العلاقات وفلان ولي يغرك مرات حتى محجب، يا هذا ابنك يصلي، لكن مو هذا مو دليل. وان لو استقاموا استقام هنا، وهذه هنا نقطه دب هنا نقطه توقف عندها ايضا. فاذا هذه الايه سنه من سنن الله سبحانه وتعالى، وأن لو استقاموا على الطريق. النقطة الثانية، مو احنا نفرح من نقرأ القرآن، بعضهم يقول والله هذا ما لي علاقة، هاي نزلت في ذلك الزمن، أسباب النزول لا تتعلق بينا، تتعلق بالزمن. لا، كل المفسرين يقولون أن الوارد لا يخصص المورد، يعني إذا ورد شيء في زمان ما بالقرآن الكريم والسنة هذا لا يختص بذلك الزمان وبتلك الأمة وبذلك الوقت وبتلك القومية. لا، يعني حينما نزلت كما قلنا مرة أن الله سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة في زمن الرسول، علينا ماكو صلاة؟ حينما يقول مثلا علينا الحج، حينما من شهد منكم الشهر فليصم، معناته الصوم في ذاك الوقت. وكل الموجود في القرآن، التشريع تشريع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك يجب أن نلتفت أن الوارد لا يخصص المورد، يعني هذا العذاب اللي يصيب ذولاك ترى سيصيبنا احنا، ما ينزل من الله من سخط سوف نكون احنا ايضا من جملة هذه. فلذلك نلتفت، بعضهم بل كيف هاي ما لنا علاقة صار في، لا لا لا، للكل، أن الوارد لا يخص. النقطة الثالثة او المحطة الثالثة، أن هذه الآية القرآن لو طبقت بحذافيرها، اليوم الآن عندنا نظريات، صاير نظرية التنمية الاجتماعية مخبوص بها العالم، نظرية شلون ننمي المجتمع وشلون نطور المجتمع وشلون فلان، وعندنا تنمية اجتماعية للمجتمع وتنمية اجتماعية تتعلق بالفرد. القرآن الكريم ده يقول ولو أن ولو ما لا أو وإن لو استقاموا على الطريقة اللي على الطريقة اللي أسقيناهم ماء غدقة. شنو معنى ماء غدقة؟ الله سبحانه تلاحظ هذا تعبير عظيم، الله سبحانه وتعالى أحيانا يشير إلى بعض المفاهيم أو بعض النقاط إحنا نعتبرها شيء بسيط. الله حينما يقول ماء غدقة يعني شنو؟ شوي نزلنا قطرات ماء هذا؟ لا، الماء الله سبحانه أمس إحنا قلنا واليوم نؤكد أن الماء هو أساس الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فحينما يقول الله سبحانه لا أسقيناهم ماء غد، يعني ماء كثير، يعني سوف الأرض تصلح، سوف تتطور، سوف يكون هنالك نمو، حينئذ المجتمعات تنمو، الأفراد ينمو، يصير وضع. الآن احنا اليوم وزارة ري، وزارة زراعة، وزارة ما أدري فلان، لكن تشوف الآن ضجة موجودة، ما عندنا ماء بذلك الشيء، الزراعة توقفت، المحصولات واقفة، كل شيء. ونتوسل بالدول تعال شوية طولنا شوية من الماء، ما ماكو، هذه قضية. الله سبحانه حين لأسقيناهم ماء غدقا، يعني لعمرنا الأرض، لجعلناكم أنتم أناس تتسلطون على الوجود، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ماذا؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لاحظ أول السماء سبحانه، يعني أنتم مو تصبحون أسياد فقط في الأرض، أسياد للسماء أيضا.
يعني انتم عقولكم سوف تنقلع، مو تبقى مكلبه بالقاع انتم. فتحنا عليهم بركات. شنو البركات؟ يعني مو بركات ينزل لنا، البركات التي يقصدها يعني انتم تتسلطون على مقاليد الارض والسماء. ولكن متى؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. قضيه بها شرط. وهنا ارد اقول يا اخوان قضيه مهمه ايضا. احنا كنا نعتقد انه عندنا اسلام انسان مسلم وعندنا انسان مؤمن. انا لا، الان انت مشاهد في الايه اكو شيء اكبر من هذا. وان الاسلام حينما يقول هذا اسلام مسلم، من شهد الشهادتين دمه لحمه اكل ريحته فلان، كل هذا هذا يكون مصون الدم مصون العرق. والذي يؤمن لا تقولوا امنا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبه. اكو قضيه اكبر من قضيه ايمان. شلون يعني؟ هذا ما سامعين القرآن الكريم يقول استقاموا، ولو أن هذا أو وأن لو استقاموا على القلب، مو أن لو آمنوا استقاموا، يعني معناته أن الاستقامة قضية ودرجة أعلى من قضية الإيمان. يجي واحد يقول يعني شلون هذا؟ من جاي منه؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لقد شيبتني آية في سورة هود. يا رسول الله، أنت أبو القاسم، أنت الهادي، أنت المصلح، أنت المنقذ، شيبتك؟ نعم، لقد شيبتني آية في سورة هود، قوله تعالى فاستقم كما أمرت. الله أكبر. إذا النبي العظيم خاتم الأنبياء والمرسلين، شيخ الرؤساء، أشرف الخلق أجمعين منذ أن خلق الله الأرض إلى يوم أن يرث، وإذا به يقول شيبتني هذه. يعني هواي أكو ناس يعتبر روحه مؤمن ويصلي وفلان، ولكن الاستقامة وين؟ تعال بالمعاملات وشوفه بالمعاملات شلون يصير. تعال بصلة الرحم وشوفه بصلة الرحم كيف يتعامل. تعال بجانب العائلة وشوفه كيف يتعامل. على قضية بسيطة على مولانا، مولاه تنفرض كل الأمور. لا يصير أخو ولا يصير قريب ولا يصير فلان ولا، وأحيانا شبهات يعني لو تحقق بها ما تجد إلى حقيقة. شوف كثير من، واحنا دخلنا في كثير من هذه القضايا الداخليه والله العظيم ما تشوف الى اساس، ولكنه اشياء بسيطه، والشيطان هم يصب الزيت على النار، وتشوف تحت يصير عداء وقطيعه، واحد يتكلم انه مو رياجيل، تنتقل للنساء انه مو بس نساء، للاولاد ما حد، هذا مو خش ادمي ابن عمي، هذا مو خش ابن خالي. يا عمي وين احنا قاعد نروح؟ وين قاعد نمشي احنا؟ وين الاستقامه؟ الله سبحانه وتعالى حينما قال ولو وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم. هذه الاستقامة قضية شيبت نبينا. نحن صدق عندنا استقامة حقيقية؟ صدق أننا نعمل كما أراد الله بهذا الاستقامة حتى نستاهل أن ينزل علينا ماء غدقا ليعمر به الأرض وتتطور البشرية ويكون هنالك تنمية عامة، بعد ما نحتاج إلى نظريات الغرب ونقول والله النظرية الفلانية قال فلان قال فلان قال جيمس فلان؟ ليش إحنا؟ وقرآننا دا يقول بهذه النظريات، أحاديثنا تدعو إلى هذه القضايا وأشياء بسيطة. لكن لا، أنت من تجي تقرأ فلان والله قال فلان العالم الفلاني كأنه هذا فرد شيء غريب عجيب. يا أخي أنت شنو عقلك قليل؟ أنت شنو رسالتك ناقصة؟ أنت نبيك ما يفهم؟ شنو فهمني أنت ايش تحتاج؟ ليش أنت بمستك تحس بحالة الدونية؟ ليش إحنا هالشكل؟ لأن هم خلونا هالشكل في المدارس وفي لازم نحن إحنا نكون أتباع، ولا بد ان نكون فلان فلان وتحكمنا. لو امريكا لا فلان سوت بينا، امريكا حطمت وجود العالم، امريكا ما دخلت في بلد الا سقطت هذا ذلك البلد. ولكن احنا نتبع، والقران يقول وان لو استقاموا على الطريقه. شنو الاستقامه على الطريق؟ لاحظ اخواننا ترى هاي قضيه مهمه جدا. وان لو استقاموا يعني لو أنهم اتبعوا ما أمر الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وين الاتباع اللي صار؟ الله سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم حينما أتم بناء الكعبة وأراد الله أن يثيبه على هذا العمل، ماذا قال له؟ هو كان نبي وكان صفي وخليل الله، ولكن أنطاك صفة أعلى من كل هذه الصفات، إني جاعلك للناس إماما. عظمة إماما. إذن قضية الاختيار هي بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سمع إبراهيم
هو أبو الأنبياء يعتبر يعني أبو يعني من بعد هذا الذي فدى ابنه بكبش عظيم في سبيل الله سبحانه وتعالى. زين هذا الرجل قال ومن ذريتي اشرأبت عنقه أن يكون ابن أيضا، يعني هذا الوسام وهذا العطاء وهذه المنحة وهذا التكريم الإلهي، الله هذا تعالى إني جاعل. قال من ذريتي؟ لا 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 لهنا لا، مو من ذريتك، لا ينال عهدي الظالمين. يعني يجي معاوية هم يصير وإحنا جبنا معاوية صلى الله، صدام صار صدام علينا وهكذا. النبي يصعد يقول إني مخلف فيكم ما أن تمسكتم فيما ماذا حبل كتاب الله وسنتي، مو هالشكل القرآن يقول وسنتي، يعني شلون وسنتي؟ زين هاي السنة من يبينها؟ غير أكو واحد يبينها؟ غير أكو واحد يشرح لنا من السنة؟ ولكنه قوة يعني وسنتي القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم شهود آلاف كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، المتقدم يرجعه والمتأخر ينتظره، والنبي يطلب أنه ننتظر حتى نصل المدينة، يقول له لا وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. يا بشنو يجيني واحد دكتور بجامعة ما أدري هالعقول بجامعة يدرس تاريخ، هذا اللعين أحمد شلبي يجي يقول لك المقصود، يعني يقول هذا أخويا ابن عمي، وأحيانا أصلا مو هالشكل، يقول أصلا هاي القضية ما موجودة، ما موجودة، ينكر أصلا الوجود مالك. ليه؟ لأنهم على باطل مش يريد يطير هاي. القرآن يقول إني جاعلك ومن ذريتي، لا النبي يجي شخص الموضوع وينطيه علامة واقعية ويقول أن هذه القضية هؤلاء هم الذين يستحقون هذا الوسام، هؤلاء الذين يستحقون القيادة الحقيقية الله سبحانه وتعالى. والقرآن هذه الآية أنا أعتبرها من أهم الآيات في ولاية أمير المؤمنين، التي ولو استقاموا على الطريقة، يعني شنو استقام؟ يعني اتبعوا رسول الله واتبعوا القرآن من قبل ومشوا بهذا الطريق لأسقيناهم ماء غدقا. ماذا كان لو أننا اتبعنا علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هذا الإنسان العظيم الذي تدخل مكتبات العالم يا أخوان، هاي مصر تدخل بها والله تحتار، الكاتب في التاريخ عن الإمام علي، الكاتب في الحروب وكيف كان يقودها الإمام علي، يقتل على التشريع وكيف أن الإمام علي كان حينما على الشجاعة شوف الإمام علي، على البلاغة الإمام علي، كل يعني مشاريع غريبة عجيبة. زين وأنت تجيني تجيب لي منه فلان، وتجيب لي يزيد يصير أمير مؤمنين، وتجيب لي معاوية يصير أمير المؤمنين، وتفرض علي أنه هذا يكون الشكل. والنبي يقول ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، يعني أنتم ستكونون هذا المثال الواقعي لهذه الآية القرآنية. وأن لو استقاموا على الطريقة الآية القرآنية تقول وإن لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. ما هو إيماننا؟ إيماننا أنه نتصور يعني ما أدري أي واحد إجا صار علينا وصار هو الحاكم، هو الذي لازم يكون هو اللي مسؤول عن هاي القضية، ولذلك النتائج وين توصل إلى هاي النتيجة، أننا نحكم بأرذال ناس، نحكم بأمثال صدام وغير صدام وأمثال هؤلاء المجرمين. زين هاي ملك السعودية، ملك أي ملك هذا ماذا هو؟ شنو المؤهلات للملوكية مات؟ هو لا يفهم شيء. وحقك التتابع الله يحفظ السيد الثاني، أقول واقف أنت سيدنا كيف يعني حقيقة عن إنسان يتعجب، كيف وصلت عندك أنت أنه تفتي بقضية هذا الجهاد الكفائي؟ لأنه إحنا المألوف بيننا يعني أن المراجع قضايا التشريعات العامة، قضايا الصلاة والعبادات والفلان والكذا. قال شيخنا أنا قرأت التاريخ، هذا كلامه، قرأت التاريخ وشاهدت خصوصا بعد الحرب العالمية كيف قسموا العالم الإسلامي، هاي أذربيجان وإيروان هذه كلها كانت تابعة لإيران، أخذوها اقتطعوها، العراق قسم، ما أدري كلها الشام كذا. فهؤلاء كان همهم أن يقيموا دولة عاصمتها في العراق تسمى دولة الخرافة، دولة إسلامية، دولة خرافة، دولة إجرام، دولة جهل، دولة قتل، دولة تشويه للإسلام وللنظرية وللرسالة الإسلامية. بعد ذلك يتعدون إلى سوريا وإلى لبنان، ثم يأتوا إلى إيران،
وخصوصا العراق، فيهدم كل ما يتعلق بمدرسة أهل البيت حتى المساجد وحتى مسجد الكوفة. وأضاف شيء، شوف هاي المرجعية مالتنا، حضارة هذا الشعب العريق. استغرب السيدنا، يعني أنت عندك؟ قال لي ولذلك شوف في الموصل سووا أول ما دخلوا كسروا هذه الآثار حتى ما يبقون أثر لهذا. ولذلك يقول لو أنني سكت، ليش؟ يقول لي أن هذه العملية، يقول هكذا قال، والله باستراتيجية أمريكية ودفع من أحد دول الخليج، أنا ما أريد أقول السقط، بدفع من دول أحد دول الخليج، وبعد ذلك سيأتي زمان يقولون أن العراق والعالم الإسلامي قسم في زمان مرجعية السيد السيستاني فألعن. الاعتبار سكت ما سوش. ثم ماذا يقول؟ والله يا جماعة، يمد إيده إلى جهة الحرم، يقول وهذه الفتوى ليست مني، ببركة هذا الإمام سلام الله عليه. يعني أكو ناس يجي يفتخر لو ما فلان. ومرة سألت سيدنا حينما صارت مرور سنة، صار مرور سنة على تأسيس الحشد، السنة الأولى أقيم احتفال في لندن في إحدى المؤسسات إحدها، وكان أنا رحت هناك من الله سبحانه من علي أن أكون المتكلم باسم مكتب السيد في لندن. حينها بعض الناس كان ينتقدون أنتم كذا وسستاني فلان كذا كذا، فإحنا ماذا نجيبهم؟ قال شوف الجواب بشكلين. مرة أنتوا حينما تجون تطرحون الموضوع تطرحوه للسيستاني ولا ما السيد السيستاني ولا ما الفتوى، فأنتوا تثيرون العالم. زين احنا علمانا شنو؟ احنا ما أدري فلان. ولذلك طلعت الدعايات يجيبوا له ثلاجة، عايف أهله يقتل هاي حتى يبقوا له ثلاجة. شوف الإجرام، أو يجي ياخذنا ما أدري في كنتور أو فلان، وهكذا اتهموا جماعة المجاهدين، قاعد يقدم نفسه يقدم أهله يثبت تضحياته. فأنت حينما أطلع هذا يجي يقول لك والله ذولا يعني بس قاعدين فلان، أنا لا أرضى، أنا ما أرضى أن تذكره. كماذا سيدنا؟ قل نحن أخوة وشركاء في وطن، هذا الوطن يجب أن نقف وندافع عنه، سواء يوم اللي تكون عندي مشكلة أنت تقف لي، يوم اللي أنت عندك مشكلة أنا أقف لك، لأننا شركاء. هذه الشركة الحقيقية في الوطن، مو بالشعارات. ولذلك الدافع لنا في عملية الإنقاذ هذا دافع أخوي، دافع مع مصيري، دافع القضاء، يريدون قضاء على وطن. إحنا لابد أن إذا أنتم تطرحون هذا الطرح جميل جدا. ولذلك هو كان يقول يعني شوفوا هذا نقله أحمد الشلبي الله يرحمه في وقته، يقول بعد ما صارت قضية سامراء تدرون إجت عشائر وسيدنا وأسلحة وفلان وإحنا لازم دولة شنو، السيد رفض أن ينطي أي فتوى بهذا. قالوا ليش سيدنا انت هذا بعد سامو؟ احنا اكو احسن من هاي المقدسات؟ ما قال لا، لو عندي 10 اولاد، 10 من الاولاد وقد قتلوا جميعا ولم اعرف القاتل لا اعتدي على احد منهم. هاي النظرية. ولذلك اقولها بصراحة، يعني مو ان باب الفه، هذا الدكتور الجعفري في وقته كان رئيس وزراء، اخر زيارة له حينما زار امريكا رجع، يقول من النقاط التي أثارها معي المجرم هذا بوش، كان يقول هذا عندكم السيد، لولا هذا السيد لجرت دماء في شوارع العراق، ولكن ببركة هذا الرجل استطاع. وهو فعلا لولا هذه الفتوى ولولا هذا الوقوف، يعني شوف حينما يشاهد هنالك ضرورة يصير فتوى، حينما يشاهد فتنة يطفي الفتنة. هاي مرجعيتنا، هاي علمائنا هؤلاء. ولذلك نحن حينما تركنا وصية رسول الله إني مخلف، ماذا وصلت بنا الحالة؟ لك يا أبو حسين عظمة، يروح معي ويعرف إني أذبحك وأعلم أنك ابن بنت رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله عليه. لا جزاك الله خير. جزاك الله خير. محمد صلى على محمد وآل محمد.
العفو الله عليك يا مولاي يا رسول الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ما انتظار الدمع ألا يستهلا أو ما تنظر عاشورا هلا هل عاشور فقم جدد به مأتم الحزن ودع شربا وأكلا كيفما نلبس ثوب الحزن في مأتم أحزن أملاكا ورسلا كيفما نحزن في شهر به ألبس الإسلام ذلا ليس يبلى كيفما نحزن في شهر به أصبحت فاطمة الزهراء ثكلا سامحوني كيفما نحزن في شهر به رأس خير الخلق في رمح يعلى يا ريت لاح الشهر عاشور من بني هاشم خل الدور وحسين ضاب الكبد مفطور ونحر بسيف الشمر منحور يور وصدره برض الخير يا الما يكسو شهر عاشور على الإسلام هل هل ودمع العين على الوجنات هل 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 الناس حزنت وابن زياد هل هايل من طاح السبط فوقي ييل وطي المعزى الإمام سيدي متى بطف مواضينا نسلها ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحم المرحوم شيخ محمد علي الأحسن من شعراء النجف الكبار على قصيدة اللي منها هذا البيت تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايات وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية يقول العقاد في كتابه أبي الشهداء وقف الحسين ساعة لا ينقضي ذكرها إلى قيام الساعة فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض هاي فرد رواية بها بشارة لكم أيها المؤمنون دخلت مولاتنا الزهراء يوما على أبيها النبي محمد صلى الله عليه وهي تحمل ولدها الحسين عليه السلام وكان طفلا رضيعا أخذه النبي جعل يقبله ويقول بني حسين لعن الله ظالميك لعن الله قاتليك فقالت الزهراء أبا من يقتل ولدي الحسين قال بني تقتله شرار أمتي لا أنا لهم الله شفاعتي يوم القيامة قالت أبا في أي زمان يكون هذا قال بني في زمان خال مني ومنك ومن أبيه ومن أخيه اسمع المشارة هاي إلك قالت أبي من يبكي على ولدي الحسين ومن يقيم عليه المأتم قال بني فكان يوم القيامة أنا أشفع للرجال وأنت تشفعين للنساء الشاعر خاطب الحسين باللسان الدارج
ناصبين الميات جيل بعد جيل على مصابك والدمع على الخد يسيل شلون ننسى صدرك الداسة الخير وبدما نحرق غدا شيبك خضيب بضربات السيوف وطعنات الرماح فنراه نحن ببصرنا ويراه شيعتنا ببصائرهم. في مثل هذه الأيام الأئمة كانوا يجلسون لعزاء أبي عبد الله الله يرحم الشيخ كاشف الغطاء في المقبولة يقول مجالس قال الإمام معلنا إني أحبها فأحيوا ذكرنا مصاب أهل البيت فيها يذكروا وذنب من يبكي عليهم يغفر. عجيب الروايات في ثواب البكاء على الحسين. يدخل أحد الشعراء على الإمام الصادق عليه السلام يقول أنشدته أظن جعفر بن عفان يقول أنشدته فبكى ثم أنشدته فبكى ثم أنشدته فبكى حتى تخيلت الحيطان تبكي معنا. فالتفت للإمام قال يا جعفر لقد كتب الله لك الجنة في ساعتك هذه. ثم التفت للإمام قال من أنشد وأبكى 50 فله الجنة. ثم قال من أنشد وأبكى 40 فله الجنة. ولم يزل الإمام ينقص إلى أن قال من أنشد وأبكى 1 فله الجنة. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أي عين لا تبكي عليك أبا عبد الله وقد بكتك دما حتى العدا ندما أبكيت والله حتى محجر الحجر. عظم الله أجورنا وأجوركم. دخل ذعبل الخزاعي على الإمام الرضا روحي فداح قرأ له تلك القصيدة العصماء قصيدة الدعبل عليها أنفاس الإمام الرضا دعاء الإمام الرضا. والإسلام ذلك سبحان الله متى بلا هذه على كرور الليالي والأيام. يقال التفت للإمام قال له يا دعبل عرج بنا على كربلاء. فجعل دعبل يخاطب الزهراء يا ناعيين إن جئت طيبة مقبلا حصل لك دمعة يا فعرج على مكسورتي لضلع مغولا وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. كل احنا أفاطم لو خلت الحسين وقد مات عطشانا بشاطئ يا مظلوم يا عطشان يا غريب. طبعا التخميس مو الدعبل الاصل الدعبل قضى ظاميا ماذا قليل ماء برده بحر هجير صافحت ترب خده. فبالله لو يوما تقومين بعده إذن للطبت الخد فا وأجريت دمع العين بالوجناتي أنا الوالد والقلب لهفان ودور عزبني وين ما كان والله ونوحا على ابن المات. أريدك تحصل دمعة بعد شوية ربما هاي الدمعة هي تنجينا يوم القيامة. كمل دعبل القصيدة قرأ قرأ آخر شيء قال وأما الممضات التي لست بالغا مبالغها مني بكنه صفاتي ما هي بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله في الفلوات ينادون من رخصة السادة زينب طلعوها و
حرق قلبها براس اخوه وان بجت بالساط اضربوه ركبوا الخيل رض صدر اخوه رحم الله من نادى وحسينا سيدي ماجور يا ابو حزين ماجور نايم وصدر حزين مكسور لما حال الحول يعني صارت السنة الثانية بعد واقعة كربلاء الرباب زوجة الحسين هاي الرباب أول شيء قبل ما أذكر الرواية الرباب من رجعوا للمدينة الله يعمر هذا المكان جابت البناء قلع سقف الدار جعلت تبكي الحسين تحت حرارة الشمس شايف الساعة هاي الشمس إيش قد حارة تقعد الرباب بالشمس تبكي تيجي زينب توخرها تقولها رباب قومي عن الشمس تقول كيف أقوم وقد رأيت الحسين يتقلب برمضاء كربلاء فلما مرت سنة صار هلال محرم بعد مقتل الحسين الرباب شافت الهلال صاحت يا سكينة يا يتيمة أقبلت سكينة قالت لها أتعلمين ما صنع بنا في هذا الشهر أتعلمين من قتل منا في هذا الشهر ثم جعلت الرباب تضرب صدرها وتبكي ثم سقطت إلى الأرض حركوها وإذا بها ميتة قل يا ابني يا عبد الله يا غالي يلجنت من ظلمة لالي بس هاي ما كانت بالي أهز بالمهد والمهد شربوا منا كما كنت أستحيح وهو يراني يا الله يا بباب الحوائج عبد الله الرضيع بدمه المصعد إلى السماء اللهم عجل لوليك الفرج في عافيه أعتق رقابنا من النار اللهم وفقنا لما يرضيك السادة الكرام المشايخ الأساتذة الكرام الحضور الكرام اللهم اجعل أجرهم على الزهراء فاطمة من أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لها سهل أمورها واشف أمورها المؤسسين لهذا المجلس أخونا حجي مكي حفظا حفظ عياله وأخوانه حفظهم جميعا ادفع عنهم البلاء بحق الخمسة اجعل هذا المكان عام توسع عليه إلى روح مرحوم خادمة للبيت حج وهاب عنوز إلى أموات البعنوز جميعا شيعة نير المؤمنين أم البنين الفاتحة مع الصلوات